السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ ناس كتير بعتت لي وطلبت مني اتكلم عن خامات التطريز. انتوا عارفين التطريز اليومين دول طالع موضة جدا. التطريز بقى منديل كاتب كتاب، بلوزة، مفرش، حتى في شغل الكروشيه والتريكو والشنط قعدنا بنطرز الشنطة، بنطرز البلوزة، بنطرز الجوانتي. ان شاء الله هنبقى نعمل لكم فيديوهات لحاجات من دي، نعمل شغل كروشيه ونطرز عليه ونوريكم الشغل بيبقى معمول ازاي. كمان هنتكلم مع بعض عن التطريز ونعمل ان شاء الله في فيديو مفصل ازاي نطرز. تمام، التطريز اهم حاجة في التطريز ولازم تبقى معايا طبعا الطارة. الطارة انا عندي في الطارات خامات كتيرة، عندي العاج وعندي الخشب وعندي البلاستيك، عندي حاجات كتيرة جدا. الطارة مقاسات من اصغر مقاس، وفي اصغر منها بالنسبة للخشب، ما جبتوش معايا معلش. في المقاسات بتبقى من الصغير لما لأكبر مقاس خالص، بتبقى حوالي 40 سنتي قطرها. في الطارة دي زي ما قلت لكم دي أهم حاجة، دي اللي بشد عليها القماش علشان خاطر أتحكم في الشغل بتاعي. لازم القماشة تبقى مشدودة عشان التطريز بتاعي يبقى حلو، ومش بيبقى عارفين عامل زي ايه، بيبقى تحس ان التطريز كده يعني لو مفيش طاره مكلكع شويه، بيبقى مش لطيف. الطاره بتشد القماشه وبتخلي التطريز حلو جدا. تاني حاجه عندي القماش. القماش في اكتر من نوع، في ناس بتحب تطرز على الكتان، على القطن، على الحرير، على الستان، كل واحد وله مزاج في التطريز وكل واحد بيطلع شغل حلو في الخامه اللي هو بيحبها. في التطريز على الايتامين. الايتامين زي ما انتوا عارفين خامه لطيفة جدا، الاخرام فيها موجودة وجاهزة. بدخل الابرة، مش عارفة باين قدامكم ولا لا، بدخل الابرة من الخرم وبدخل وبخرجها من الخرم التاني. تمام، يا رب يكون كده باين. تمام، الايتامين في منه انواع، الوان كتير، في الابيض، الاسود، الاحمر، الاخضر، الازرق، الوان كتيرة جدا. تاني حاجة بطرز عليها وده اللي داخل اليومين دول وبتسأل عليه كتير، الجوخ. الجوخ عندنا يا اما بيتباع بالمتر يا اما بيتباع بالقطعة، حسب انتي ومزاجك، يا بالمتر يا بالقطعة. حاليا ناس كتير بتحب تطرز على الجوخ وبيعملوا شغل بيه حلو قوي. ده غير ان الجوخ اصلا ممكن يدخل معايا في التطريز، بمعنى ان انا مثلا لو هعمل بنوتة مثلا في الطارة بتاعتي ولابسه فستان، بدل ما اقعد اطرز كميه المساحه دي كلها بلون الفستان، في ناس بتيجي تقوم رسمه الفستان على الجوخ وتقوم قصاه ولازقاه على الطاره بتاعتها. فالجوخ داخل معانا باشكال كتير في التطريز. او القماش، القماش انا دي طرحه انا بستخدمها لما بحتاج قماش وبكون مفيش عندي وقت ان انا اشتري قماش، ممكن اشتري طرحه وبطرز عليها. تمام، الطرحه بجيبها، بجيب الرسمه بتاعتي اولا من النت، لو عندي مثلا رسومات كلام مثلا اسم العريس واسم العروسه والتاريخ، بجيب من بطبعهم من على الكمبيوتر عشان يبقى الاسم حروفه مظبوطه، وبعد كده بطبع الكلام ده كله على القماش. بطبع ازاي؟ في عندي الكربون، ده الكربون. كربون في منه الوان زي ما انتم شايفين كده معانا النهارده، جايبه معايا الوان الاحمر والابيض والاصفر. تمام، ده بحط الكربون على القماش وبطرز وبعمل بالقلم، فالطباعه بتطبع على القماش. في كمان القلم الحراري، القلم الحراري ده بعد الاستخدام بعمل عليه بالسشوار مثلا، اللون بتاع القلم بيروح. طيب ايه كمان عندنا؟ الخيط. الخيط عندنا حاجات كتير. بالنسبه اول حاجه الناس دايما بتسال عليه الدي ام سي. دي ام سي الفرنساوي طبعا حاجه ولا اقدر اتكلم فيه كلمه، رائع 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 رائع، بس مشكلته معانا عشان هو غالي شويه، مش كل الناس بتحب تجيبه. البدايل بتاعته عندنا الكوتون بارليه، الشلل الصغيره ال 10 جرام دي شغاله بالنسبه للطارات اللي هي بتاعه الحاجات البراويز او مناديل كتب الكتاب. ليه؟ علشان خاطر دي حاجات مش هتتغسل، لكن لو هتتغسل انا ما بنصحش بيه لان للاسف هو بيبهت. تمام، اللي هو كفر الدوار اللي هو مصر البيضة حاليا للأسف بيبهت. هو في منه العشرة جرام وفي منه الخمسين جرام، المقاسين دول، ده شغال وده شغال. في شغل ان شاء الله جاي لنا قريب بعد العيد على طول، خامة جديدة مصري برضو، لكن حاجة في منتهى الروعة. ناس كتير شكرت فيه بناء على الفيديوهات والكلام، الناس اللي شفتوا عليه
جبته لكم باذن الله، وهيبقى متوفر عندنا بعد العيد، وهنبقى نعمل لكم ريفيو عنه ان شاء الله بعد ما اجربه واتاكد من صدق كلام الناس قالوه. الخيط اللي بعد كده اللي شغال جدا 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 اليومين دول الملوني الصيني ده، شغال حلو قوي والناس بتحبه جدا، وخاصه ان سعره رخيص، فتمام زي الفل. ايه كمان بنستخدمه معانا في التطريز؟ الستان. عندنا الستان يا اما العريض خالص ده، يا اما الوسط، يا اما الرفيع، وفي ما بينهم مقاسات كتير. الستان ده استخدمه في ايه؟ بلفه على الطاره. في ناس ما بتفضلش انها تعلق الطاره او تقدمها باللون بتاعها ده، سواء كان البلاستيك او الخشب، فبييجوا على الجزء الخارجي ده ويلفوا عليه شرايط الستان علشان يداروا المنظر ده. برضو بعد ما بيخلصوا بقى يحبوا يعملوا فيونكة كبيرة ويحطوها من هنا بحيث ان هم يداروا المنظر بتاع المسمار ده، فلما تتعلق الفيونكة بتبقى مدارية، والمسمار اللي هي متعلقة عليه والمسمار اللي هي مقفولة بيه. فشريط الستان مهم جدا معانا وبنستخدمه كتير في التطريز. معانا كمان حاجات تانية لطيفة كده وصغيرة بتبقى بتتباع جاهزة لو انا ما بعرفش اعمل فيونكات او ورود بالستان. في حاجات زي ما انتوا شايفين كده بتتباع جاهزة، عبارة عن فيونكات ورد، حاجات اشكال والوان باحجام مختلفة، تمام زي ما انتوا شايفين حاجات بالشكل ده. في ناس بتاخد من الكلام ده وبمسدس الشمع او باي مادة لازقة وبتلزقه على الطارة بتاعتها. مش بيتاخد بالشكل الكبير قوي، لكن بيتاخد في بعض احيان في بعض الرسومات بتبقى محتاجة شغل زي كده. بنستخدم كمان في الشغل بتاعنا وبيدي شغل حلو قوي وجمال حلو قوي في التطريز بتاعنا، اللولي، عقد اللولي. مهما كان اللون بيفضل دايما الاوف وايت او الابيض، وبالذات لو كانت مناديل كاتب كتاب. يعني بعد ما بخلص الوردة بحط باخد اللولي ده واطرزه في قلب الوردة او اطرزه على المنديل ككل، او انصاص اللولي برضو ده نسيت اجيبه من المحل معلش اعذروني. بنحط انصاص اللولي برضو باللزق، يعني بيدي شكل برضو لطيف جدا. برضو فصوص الالماز، في عندي الفصوص اللي هي الخياطة، تمام دي بتبقى لطيفة ما بتقعش. لا اسفة مش دي، هي دي، دي بتبقى لطيفة ما بتقعش، لان المنديل مع الاستخدام ولو حطيته بلزق واللزق بتاعي ما كانش قوي ممكن مع الاستخدام على ما اخلص كتب الكتاب يكون نص الفصوص وقعت. او الفصوص اللي هي باللزق نستحسن ان احنا لما نستخدمها نستخدم معها لازق قوي جدا بحيث انها ما تقعش باذن الله. في ناس برضو بتستخدم الفصوص اللي هي بتاعت الخرز والخرج النجف والحاجات دي، برضو في ناس بتاخد ما بتقولش لا. مقص القصافة، مقص القصافة برضو مهم معايا جدا في شغل التطريز بتاعي، مهم جدا جدا. دايما لما الناس بتيجي تاخد شغل التطريز لازم تاخد مقص القصافة. بناخد كمان الابرة بتاعت التطريز دي، برضو مهمة جدا ولابد منها. طيب التطريز برضو الطارة بستخدم مع في الطارة دي لما بحب اعمل شغل السلاسل اللي طالعة موضة. السلسلة بعدستها، تمام، بجيب الطارة الصغيرة دي وبشد عليها حتة القماشة وبطرز الوردة الصغيرة او الشكل الصغير اللي انا عايزاه، ولما بخلص بشدها على العدسة دي وبلزقها بالامير او باي حاجة على السلسلة، وبعد كده بنركب سلسلة. السلاسل دي بتتباع غالية جدا، في ناس بتستخدمها بالشكل ده وتطرز، وفي ناس بتستخدمها الحاجات اللي هي الجاهزة يا دوبك تلزق دي على دي وخلاص، وتحب ان هي تاخد الرسمة جاهزة والموضوع انتهى، ما بتحبش تدخل فيه تطريز. لكن في الاساس في الشغلة بتاعتنا دي بياخدوا دي عشان يعملوا عليها شغل تطريز. افتكر انا كده اتكلمت عن كل حاجة ليها علاقة بالتطريز، كل حاجة تقريبا قلتها. القلم الحراري بس هو اللي نسيت اتكلم عنه، ده يعني بيحبوا يستخدموه ليه؟ علشان خاطر بعد ما بيخلصوا تطريز بيحطوا السشوار، يشغلوا السشوار على الرسمة، فالكتابة الاطراف بتاعة الرسمة لو كانت لسه باينة السشوار بيضيعها. افتكر ان انا كده جبت كل حاجة واتكلمت عن كل حاجة، يا رب ما اكونش نسيت حاجة. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، وشكرا لكم.